مسألة تدفيع ثمن أخطاء فعلا وقعت فيها الصين، أم ربما تدفيع الصين ما لم تخطئ فيه وما أخطأت فيه؟ يعني يجب أن نأخذ التهديدات الأخيرة أو رفع منسوب الحديث التهديدي من قبل بعض أركان الإدارة الأمريكية باعتباره واحد من أهم تجليات الصراع السياسي الفكري والأكاديمي وكذلك الحزبي في الولايات المتحدة في النظرة إلى مستقبل العلاقات الدولية ومستقبل الولايات المتحدة وعلاقتها بالصين. فعمليا في الأسابيع الماضية حفلت عمليا المؤسسات الأكاديمية وكذلك الإعلامية الرصينة مثل فورن أفيرز، فورن بوليسي، فاينانشال تايمز، كل هذه الصحف عمليا على صفحاتها الآن جدل بين تيارين قويين، ومنهم على سبيل المثال دخل في هذا الجدل واحد مثل من أهم مهندسي العلاقات الأمريكية الصينية في السبعينات وهو هنري كيسنجر وزير الخارجية السابق، وكذلك مثلا جراهام أليسون، وكذلك الكلام الأخير لأهم علماء السياسة في الولايات المتحدة الذين يقولون بأن على الولايات المتحدة أن تعترف الآن بعد أن سادت على العالم بقطب واحد منذ عقدين تقريبا من الزمن، أن تعترف الآن بالجغرافيا السياسية لمناطق نفوذ الصين وروسيا حتى يتم تجنب الصراعات التي قد تصل إلى حروب مدمرة ومن أجل الاستقرار والأمن العالمي. هلأ هناك الآن اتجاهات في الإدارة وكذلك في عالم الأكاديمية وعالم الصحافة وعالم الإعلام وكتاب الرأي من يقول الآن بأنه حذاري من هذا الطريق ويجب تدفيع الصين الثمن، لأن الولايات المتحدة الآن في وضع يعني بما يذكروا بالتاريخ أن سيادة الولايات المتحدة على العالم منذ الحرب العالمية الأولى إلى اليوم هي بالضبط في قدرتها على منع تمكن إحدى الدول سواء كان في أوروبا أو في غيرها من العالم من أن تسود على العالم، بمعنى أن الحرب العالمية أزاحت ألمانيا واليابان وعدد من الدول، والثانية كذلك بمعنى منع أي دولة من أن يكون لها يعني القرار الفصل في العلاقات الدولية، وأنه هكذا الولايات المتحدة تحافظ على دورها ومكانتها القيادية بغض النظر على أنها الآن لا تستطيع مثل ما ظهر الآن بعد الكورونا من أنها تستطيع بمعنى عسكريا واقتصاديا وحتى سياسيا في علاقاتها الدولية أن تقود العالم مرة أخرى. هذا هو شكل الصراع الذي يجري وينعكس كذلك في التصريحات في الإدارة الأمريكية سواء كان الخارجية أو البنتاغون أو غيرها. نعم أستاذ سعيد، إذن هل نحن أمام حرب استباقية ربما تشنها الولايات المتحدة والقوى الغربية على الصين وإلى